بدايات الجماعة كان اهتمام مؤسسها البنا اهتمام كبير جدا بالاتصال، يعني بالاتصال هنا الاتصال الشخصي والمواجهة مع الجماهير، واستطاع أن يقيم الكثير من الندوات في بدايات تأسيس الجماعة في الإسماعيلية في المقاهي في المحلات العامة لينشر هذا الفكر، وكان يختار له من المساعدين من لا يناقشون المجموعة الأولى التي تكونت كما نعلم من أصحاب المهن المتواضعة. ثم في مرحلة ثانية انتقل إلى موضوع الاستعانة بالمجلات والصحف الموجودة في عصره، سواء كانت المنار أو بعض المجلات التابعة لبعض الجمعيات الإسلامية. هو لم يكن وحيدا حينما أسس الجماعة عام 1928، كان هناك عدد كبير من الجمعيات، المواساة، الإسعاف، مكارم الأخلاق وغيرها، ولكن هذه الجماعة والجمعية هي التي برزت وانتشرت قدرة مؤسسها على أن يفاوض القوى السياسية والدينية والقوى الوطنية التي كانت في خاصة في الثلاثينات. ثم في مرحلة لاحقة وجد نفسه محتاجا ليكون له صحيفة أو مجلة، فأنشأت مجلة الأخوان المسلمين واستمرت فترة، ثم صار هناك خلاف وانشقت بعض الجماعات عليه التي كانت معه، فحولها في مرحلة إلى يومية. ثم في مرحلة لاحقة أنشأ مجلة النذير، وهي المجلة الأولى التي عبرت بشكل واضح عن أفكار الجماعة.